احكي بهذا الموضوع ما اعرفه. هذا السبب خلاك تقول نعم مو حكيم شاكر حرق ابار النفط؟ انا ما قلت هذا التصريح والله والله ولا صرحت هذا، بس انا سالني واحد من الاخوان ايه؟ قال لي ليش بطلت؟ قلت لهم اسالوا وزاره النفط، وزاره النفط قالت لي لا ابار النفط العراقيه لا تحرق لان حاميها رجالات. لا هذا اللي نسبوا لك اياه وطلع ودعتك استاذ علي ولا مصرح. مع الاسف والله انا باوع، خلنا اقول لك توديتني على موضوع الان كلش مهم. علينا ان نعترف انه الرياضه العراقيه خطط لها وبنت لها بنية لها استراتيجية من 3 سنوات، خطط لها تخطيط صحيح ودخل عليها أجندات ودخل عليها عملاء من أجل أن تنفذ أجندات تهلك الرياضة العراقية. ولا كيف الرياضة العراقية الآن بهذا الوضع؟ تدخلات، تسقيط، تفليش، ضغوطات، كلام واحد يسقط بالآخر، واحد يحكي على آخر، ما ندري ايش يصير. من الجهة المستهدفة لتسقيطها ومن الجهة اللي جاية مدعومة؟ الآن علينا أن نقتنع ابن البلد ابن الداخل لازم يسقط، والدليل هسه أنا ما شفته من السيد وزير النفط اللي هو ما يعرف أنه أنا واحد من أولاد الداخل، لا عفت بلدي ولا غادرت بلدي وقاتلت كل أعداء العراق بالخارج وبالداخل، دفعت أثمان بالشهداء ودفعت أثمان بالأرواح من أجل أن يقف العراق. نعم.